من أهل الحبشة قدم على بعض السلف وقال له: يا شيخ. قال: نعم. قال: أو يغفر الله لي فاحشة ارتكبتها جرما؟ قال: نعم إن تبت وصدقت. فشكر الله وظهرت أثار الفرح على أسارير وجهه، ثم مشى خطوات ثم رجع وقد تغير وجهه. فقال له ذلكم العالم عالم من السلف: ما الذي حصل؟ قال: أو كان ينظر إلي عندما كنت أعصيه؟ قال: نعم. فصرخ صرخة خر ميتا من ساعته بسببها. أتعرفون ما الذي جرى لهذا الرجل؟ الرجل كان في بداية الأمر مشغول بقضية هل سأدخل الجنة أو سأدخل النار، ولا يوجد مؤمن يستهين بقضية الجنة والنار. لكن الرجل لما سكن روعه من قضية الجنة والنار بأن الله سيغفر له إن تاب، استيقظ في داخله معنى أعمق وأعلى وأرقى وأكبر وأدق، وهو معنى المعاملة مع الله. معنى هو كان ينظر إلي وأنا كنت أفعل كذا وكذا. أيضا معنى آخر: سترني. كان في الإمكان وهو قادر أن يفضحني على رؤوس الأشهاد، ومع ذلك سترني. مسألة أخرى: استمر يواصلني بنعمه. الأب وهو أب والأم وهي أم، إذا استمر الإبن في الأذى والمخالفة والعصيان يأتي وقت يقول: خلاص لست بأبيك، تقول لست بأمك، اذهب هات السيارة التي اشتريتها لك، أنت لا تستحق، يسلبه النعمة التي أعطاه إياه. لكن رب العزة لا زال يعطيك وينعم عليك ويتفضل، وهو مع ذلك يكرمني ويمهلني وأنا لازلت أعصيه. الله.